صلاح الدين الايوبي مسلم ولا هو من اصل كردي لكنه مسلم وقايد انه طيب وله مواقف في الاسلام طيبه. اقصد هي شاعر عربي للاسف ما يحضرني اسمه. يقولوا ذكروا بالايام لو تنفع الذكرى. الله اكبر. عسى نستعيد الفتح والمجد والنصر. وما احدث الابطال في ساحه الوغى وما اثل الاجيال في الدوله الكبرى. القيل مثل الرتب العسكريه عندنا الحين هكا الحين. وذكروا بالايام لو تنفع الذكرى عسى نستعيد الفتح والمجد والنصر وما احدث الابطال في ساحه الوغى وما اثل الاجيال في الدوله الكبرى. ذكرت صلاح الدين وهو منصر جيش الصليبيين في حبله اسرى. كسر دوله الاسلام عز ومنعه وامنها برا وامنها بحرا وعاد الى الاسلام السياف خالد فلا قيصر عال عليها ولا كسرى. كسرى الله اكبر. من اول المسلمين اذا كسبوا الكسب السبايا يكون عبدات مملوكات لهم. وكان فيه حد القوم استيسر له ولد صغير وصارت امه تصيح وتطيح مثل الطوير اللي الحمر على تبده وتحك تبده بالتراب رومانيه تقول ولدي ولدي. كسر دولة الاسلام عزا ومنعة وامنها برا وامنها بحرا اعاد الى الاسلام أسياف خالد فلا قيصر عال عليها ولا كسرى. تجيه أم الطفل وهي عدوه تقول وليدي راح من راحتي قسرى. فيا ملك يبكي ويمسح دمعها لباكية ناحت على طفلها عبرا. راح يدور ولدها وجاه أبه وأعطاه إياه. الله أكبر. قال خذي ولد. محاسن الإسلام. قادة المسلمين لهم الإسلام هو جنسيتهم. سيبك من الدولة الفلانية والدولة. سلمان الفارسي بطل الخندق من فارس وعمل العمائل اللي تسمعه. فإن حنا طال عمرك أولى إن نشيد بقادتنا ونشيد بأمرانا ونشيد من أثرى الإسلام بشيء من العمل الصالح. سلامتكم.